السلامة الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يا ربي. مواصلين في التحذيرات، في الأفكار الجديدة اللي تعاونكم، التحذيرات المسبقة المواصلين فيها باش نعطيكم أفكار هكا لفطور الصباح للمجة تبدأ متوفرة في الدار تعاونكم على هم الزبان واللي هو التخمام والحيرة هذيك راهو نعانيو منها الناس الكل. فاليوم إن شاء الله باش نعملوا بعضنا بنادق تونسية تعمل ستوستين كيف هذه حاجة ياسر بنينة ولازم تكون موجودة في كل دار تونسية، خاصة توا كي الدنيا بدات تبرد ونستخدم معناتها فما ذخيرة. فوالا عندي هوني 400 غرام اللحم مفروم، مش نحطه في صحيفة هكا واسعة باش نخلط فيها بقية المكونات وتكون مرتاحة في ايدي. عندي هوني زادة رشة باهية معناتها هروس كشايح، هذا راهو ياسر يبنن الماكلة الكل بصفة عامة. نرشوها على اللحم. عندي هوني رشة نعناع، هذي عاد في البنادق راهي بنة مش عادية، نعملو رشة باهية معتبرة. وبالنسبة لبقية الفحار نحطو رشة ملح معتبرة باهية ورشة كركم أصفر. وعندي هوني كثوم البودرة، تنجمو تعملو ثوم معنتها فرشك فهمتوها، لكن اللي عندي هذي فايوح على الأخر باش نخلط المكونات الكل، راهو جست اللي حطيتو هذاك هو يكفي ويفي بالغرض باش تجينا بنادق ياسر بنينه. نحاولو نخلطوه بيدينا دو تيل فاسون المكونات الكل تدخل في بعضها واللحم متاعي يتكور كرة باهية. توا باش نجيب صحين وباش نبدا نشكل كويرات، لازم يكونوا ماذا بيكم على قد بعضهم معناتها الكل، وانتم عينكم ميزينكم في قياس الكعبوره والا الكويره، تحبوهم صغار برشا تحبوهم كبار برشا، هوني يرجع لكم للطاجين يجيو صغار. اما باش تفوحوا بيه مقرونه مثلا ولا حاجه جيريه كيما حسو او يصرفي وح، دونك تعملوا هالكبير هذيا. دونك كورتهم الكل وحطيتهم على صحيان، توا باش نمشيو نطيبوهم. عندي كيت 300 ملي ماء، مش نحطهم في طنجره وباش نزيد عليهم كويس به زيده. الكيس هذي والله ما نعرفش قداش يرفع، اما به نقولوا 200 ملي زيت زيتونه. علاش؟ خاطر هوني لازم البنادق مش يطيبوا فيك الكميه نتاع الزيت، خاطر من بعد باش يصبر فيه. وعندي ورقتين رند ولا ثلاثه واثنين الثوم زيد نرميهم في كتنجره، ورشه ملح بالطبيعه ورشه فلفل اكحل زيده. هذا شنو نزيدو؟ راهي ياسر بنينه والله، بنينه 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 وسهله ما فيها حتى شيء. دونك نرميو توا كعيبات البنادق، لازم الماء والزيت ريتو يغطي اللحم هذاك برا. دونك الكعيبرات الكل نرميوهم ونحطوهم على نار هاديه زيد مش يطيبوا في عقل عقلهم، ونقعدوا نحركوا باش هيك الكور الكل البنادق معناتها يطيبوا معناتها قد بعضهم قد فهمتوا. نغطيوها ونخليوها حكايه نعرشينا بين الساعة ساعة وربع هكاك على نار هادية، منها البنادق تطيب وكل مرة هكا نتفقدهم، ومنها لين تقف على زيتها ونخليها تبرد تماما. هوني ريتو كيفاش هيك المال كل تبخر وقعد الزيت، زيت الزيتونة بالطبيعة لازم يكون بزيت الزيتونة خاطر أوفح فهمتوا. وهذه الحكايكة مش نعبيو فيها البنادق متاعنا، ولازم تكون بالطبيعة معقبة. كيفاش تعقموا الحكة؟ لازمكم تغطسوها في مقفول معبي بالماء وتخليوها يغلي ويبقبق ربع ساعة تتعقم، وكي مش تقيموها حاولوا تحطوها هكا من حال الفم متاعها تستقطر وتشيح، من بعدين تحطوا فيها أي حاجة تحبوا تستحفظوا عليها. أنا حطيت البنادق، شوفوا ما شاء الله لون وزين وديكور يا لله، والبنده ما نحكيش، أنا ديجا كليت كابتن سير بلاس تلمو بنينة. دونك غطيناها ولازم تكون معناتها بارده على الاخر باش نستحفظوا عليها. وبالطبيعه ما نحطوهاش لبرا، لازم تكون في الفريجيدير اللوطه وقت نستحق نمد اللي حاجتي وصحه وفرحه للناس الكل. توا باش نتعداو للفكره الثانيه. بالنسبه للفكره الثانيه، انا واحده من الناس لازم البات هذه لازم تكون عندي ريزيرف في الفريجو بصراحه، راهي تعاون على الاخر هكا فيت في تخلق منها روسيت تعمل منها روسيت. سوكي في باش نعملوا اليوم كيما نقولوا احنا فكرتين في فكره واحده، الفطور الصباح والا للمجه، واحده تمشي للفطور الصباح والاخرى للمجه ميم زيد الفطور الصباح. دونك ريتو عندي البات فيتي هذه تلقاوها في كارفور ولا لي غران سيرفاس، مش ناخذ كعيبه نحيها من الباكو نتاعها بالطبيعه ونحلها بالقلقل دو تيل فاسون نتحصل على بات رهيفه، مش برشا رهيفه مي
السمك معناتها كيف كيف قد جهات الكل معناتها فهمتوا به مش نحي انا هيك البابي وعندي شوكولا تختين تنجموا الفكره هذه راهو تنجموا تاخذوا قد ما تحبوا بات فيتي وتعملوا منهم برشا معناتها تحطوهم في صنيدق والله راهو روعه الفطور الصباح توا تعرفوا كعبه الكروانسو قداش تعمل احنا هوني تتباع بالفين فيها رشالوز من فوق ورشالوز من داخل بالفينة ألوغ أنا نجم نزيد دينار آخر وناخذ باك بات فويتي ونعمل وحدي في الدار فهمتوا معناتها اقتصادية على الآخر ويسر محلها كفكرة الفطور الصباح دونك ريتو لهوني شديت البات فويتي طرحتها حطيت عليها ترتين شوكولا دهنتها الكل ورشة فيكيا هوني الفيكيا عندكم تحطوا ما عندكمش ما تحطوش راهو كيف كيف وتوا باش نقصوها دي بودان عراض حاسيلو 4-3 سنتيم فوالا خاطر ديما نقراو حسابي اللي هي وقت اللي مش تطيب راهي مش تخمر وباش يضعف الحجم نتاعها دونك انا رولو بات فيتي تحصلت على 6 كعبات كرواسون وكيما قلت لكم راهو تنجموا تاخذوا وتعملوا كونتيتي باهيه بنفس الطريقه وتنعطيكم طريقه التخزين كل صباح تمدوا ديريكت طيبوهم في الفور يخرج لكم معناتها كرواسون فريشك اللي عنده حانوت بعيد هاكا عنده ذخيره في الدار اللي ما ينجمش بالحق خاطر غليت كعبه الكرواسون الفطور الصباح اللي هي تعاون برشا زيده هاكا عندك في الدار تنجم تعملهم وحدك فبالحق لازم تكون الوحده تعرف كيفاش تخمم وتتحايل مع الدنيا وتوفر اي حاجه بابسط الطرق اقل تكاليف فهمتوا المهم تبدا عندنا حوايج صنع محلي في الدار زيده ياسر بنينه دونك لهنا حطيتهم كل ترونش كل كعبه كرواسون وحده غلفتهم بالبابي فيلم وتوا مش نمشي نحطهم في الفريجو يجمدوا لهنا خليتهم جست يخمروا شويه معناتها يرتاحوا ومن بعدين حطيتهم في الفريجو ساعتين من زمان حتى الوين معناتها جمدت كعبه الكرواسون عندي انا توا خليتهم في الفريجو باش نتعدى للفكره الثانيه كيف كيف بالبات فيتي عندي سكر اتمر اكل اللي توا باش نحاول زيدا كيف كيف بنفس الطريقه مش نحل البات نتاعي اللي هو الباكو الثاني نحاول هكا بالقلقال نطرحو دي تلفاسون نتحصل على سمك واحد نرش السكر السكر هوني رشة صغيرة راهو جوست هكا باش يعطي منظر من برا كيف يتيب البلمي احنا مش نعملو بلمي معناتها والله قداش يعجبني انا هذه راهو الصغيرات هكا كروكان يتقرمش يسرفي وح وهكا في لمجة في اللانش بوكس ترميو لهم كعبتين والله بي ويقنع راهو انا نعم ساعات كعيبة ساعات كعبتين في فطور الصباح شبع مش نورمال بهي حطيت جهة السكر من برا ومن فوق رشيت عليها هيك عندي سكر تمر تنجموا ترشوا كاكاو تنجموا تتصرفوا ولا تخليوا ترشوا سكر أبيض أكاهو أنا عندي سكر تمر منها يعطي لون ومنها يعطي بنة الحقيقة فهمتوا ونروليوها بالطريقة هذه من جهتين أون باراليل لازم يكونوا قد الجهة هذه قد الجهة هيكي لصقوهم لبعضهم هكا ونستويهم بيدينا حتى لوين تأكدوا اللي هما معناتها بودا كامل ومستوي مش نحيو لجنب ومش نبداو نقصو نفس السمك زيدا كعيبة البلمي شوفوا ما شاء الله هيك السكر التمر اللي حطيته في الوسط عطاها منظر مش نورمال انا توا كملت قصيتهم الكل حطيتهم في باش نحطهم بليتو في طبق فيه بابي كويسون الفور متاعي لازم يسخن على 160 درجه به نشدوا كل كعبة بلمي نحاولوا هكا نسمحوها بيدينا ونحلوها لازم يكون هيك الوسطاني كله يبين بالواضح لهنا حليتهم شويه شويه وهما ديجا كي مش يطيبوا راهو باش يعطيو يزيدوا يتحلوا باش يعطيو منظر ياسر حلو كيما قلت لكم الفور لازم يكون سخون على درجه 160 درجه وسط النار الفوق اللوطه من غير فنتيلاتور ولا حتى شيء ولهنا خليت مديتو كيفاش بداو يخمروا توا باش نخليهم ياخذوا هيك التحميره البنينه وقتها نطفيو الفور ونخرجوهم الحاصل من الريحة ومن البنة ومن المنظر فيها البلمي هيك السكر زيد وشتر في المنظر متاعو كروكان يتقرمش اكي لمعة السكر اللي من برا يتعمل 66 كيف انا خليت البلمي هوني يبرد وتحطوه في اي حاجة بالله انا عندي البنبونير هذية يقعد كروكان باش نحطوه في الكوفي كورنر مع فطور الصباح تمدو كعيبة وإلا للصغار في اللمجة والله راهو يعاون ويعمل الكيف يتقرمش يهبل دونك هذه الفكرة
متاعنا بالنسبه للبالمي. وبالنسبه للكرواسون هوني بعد لا خرجته شفتوا كيفاش حسيته جمد نحي فيه من الطبق جامد بالكدا بالكدا. وكيفاش نستحفظوا عليه؟ نشدوا صنيدقه بلاستيك نغلفوه بالبابي معناتها ترانسبارون شفاف باش نمنع اي اودور من الفريجو تدخل لهم معناتها. ونحطوا الكعيبات الكرواسون متاعنا في هيك صنيدقه ونغطيه. وفي كل صباح نمد على قد عائلتي نحطه في طبق ندهنه بشوية أصفر عظمة كان تحبوا، رشة فيكيا لوزي فيلي كما تحبوا زيدا، وتدخلوه يطيب وتاكلوا حاجة بنينة فطور صباح حاجة ياسر فيوها. أنا عملت كميات صغيرة، أنتم تنجموا تضاعفوا الكميات وتعملوا اللي ساعدكم. الحاصل أنا ننوع في الأفكار وكل واحد على قد قيسه يلبس. ولا مرة مفروم، مرة دجاج، مرة حوت، كل مرة نعملوا حاجة. وإن شاء الله تعجبكم الأفكار، واستنوني زيادة في فيديوهات جديدة أخرى وأفكار جديدة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أنبسكم برشا، وباي باي وبسلامة.